السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. انعقاد مؤتمر بغداد بنسخته الثانية يأتي من أجل عراق جديد يستطيع أن يستعيد دوره السياسي والحضاري إقليميا دوليا. فالمشاركون أكدوا أن المنطقة بحاجة إلى الكثير من العمل من أجل الوصول إلى تفاهمات تعاون وشراكة وتأسيس أرضية صلبة وتبني مجتمعات منيعة لا يجد الفقر والبطالة والمشاكل غير القليلة مكان في هذه الصفوف. الجميع أمام مسؤولياتهم لمواجهة التحديات الراهنة اللي تضمن عدم انزلاق المنطقة في فصول جديدة من الارتباك والتشويش، وهذا مرهون حتما ببلورة مداخل عملية لترجمة توافقات المؤتمر اللي بمكتسبات حقيقية راح يكون. أما في ملفنا الثاني لحصاد هذه الليلة وخلال الأيام القريبة أو القليلة الماضية، زار الوفد المتخصص بجرائم داعش والإرهاب وبمحاكمتهم وقدم إنجازاته بين يد المرجع الأعلى الإمام السيستاني. فهذه الزيارة للإمام السيستاني على وجه الخصوص يراها المتخصصون بأنها جاءت لعدة أسباب، منها ما رأوا من المرجع الحكمة والإرشاد للحفاظ على أبناء البلد، خاصة وأنه يدعو إلى السلم ونبذ العنف دون تمايز. وهنا أيضا بين أبناء البلد لا يوجد تمايز هرمي ولا طبقي، لذلك جاءت هذه الزيارة تحمل بين طياتها الكثير من المقاصد الإنسانية اللي أشار إليها سماحة المرجع، وحفظ أرواح أبناء هذا البلد بالقدر الممكن بالوقت اللي صرح الوفد الأممي استعداده للمضي قدما بالتزام السعي وراء العدالة الإنسانية، وهذا ما أشار إلى الإمام السيستاني في توجيهاته للوفد الأممي. إذن مشاهدي الأحبة خلونا نتابع هذه الملفات ونناقشها مع ضيوفنا الكرام، تفضلوا بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مشاهدي الأحبة مجددا، أرحب بضيوفي الأكارم الدكتور خالد عبد الإله عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية. أهلا بك دكتور ضيفا كريما، وكذلك أرحب بضيفي الكريم الأستاذ دريد العنزي الخبير الاقتصادي، حياك الله أستاذ دريد. وينضم معي عبر سكايب السيد ياسر فراويلة الباحث في الشأن السياسي من مصر، حياكم الله ضيوف الكرام. أبدأ من حضرتك دكتور خالد، يعني فكرة تأسيس مؤتمر بغداد، هذا المؤتمر اللي ينطلق من رغبة العراق في إرساء وتعزيز قواعد التعاون والشراكة بين وبين دول الجوار الجغرافي وحتى الدول الصديقة في الإقليم، كيف تنظر إلى هذه المتبنيات في ظل حكومة الخدمات التي وصفت نفسها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك يا أستاذ أحمد ولضيفيك العزيزين الكريمين وجميع مشاهدي قناة الأيام، وشاكر لهذه الاستضافة. بالتأكيد كلنا يعرف بأن انعقاد مؤتمر بغداد في أغسطس الماضي من العام الماضي كان بدعوة من ومبادرة من الرئيس الفرنسي ماكرون، الذي سبقها أيضا مبادرة في الساحل اللبنانية ولكنها فشلت في حينها. فاتجهت فرنسا إلى الحديث عن معادلة جديدة تحاول أن تصيغ بسياساتها وتبني علاقات وشركات جديدة في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما أنها ترتبط بعلاقات متينة مع بلدان ودول الخليج العربي. فكرة مؤتمر بغداد أيضا فكرة ناضجة، لأنه يتحدث أن تكون بغداد هي مرتكز للسلام والاستقرار، وبالتأكيد أن لا تصفى المشاكل والصراعات بين الأضداد الموجودة على مستوى دول الجوار محيط إقليمي ودولي في داخل المشهد العراقي كما حدث بعد 2003، ودفعنا فاتورة كبيرة جدا. لذلك اليوم العالم بعد انتصارنا على تنظيم داعش
يريد أن يبقى العراق بعيدا عن هذه المؤثرات، لا سيما بعد أزمات كثيرة، منها أزمة الملف النووي مع مجموعة 4+1، دول الاتحاد الأوروبي، الصراع الروسي الأوكراني، الصراع الأمريكي الصيني، مسألة تايوان، بحر الصين الجنوبي. العالم كله يعاني من صراعات وأزمات، فضلا عن الأزمة الاقتصادية التي عصفت باقتصاديات البلدان بسبب جائحة كورونا. لذلك نتوقع جاءت قمة بغداد في المرحلة الأولى لتتحدث عن آليات جديدة في التعاطي والتعامل على مستويات، سواء كان مستوى أمني، مستوى سياسي، اقتصادي، تجاري، استثماري، وأيضا لتؤكد على مشاريع استراتيجية يمكن من خلالها أن يعمل الاقتصاد ما عجزت عنه السياسة أن تحققه ما بين تلك البلدان. قمة عمان اليوم، البحر الميت، جاءت لكي تؤكد على مخرجات قمة بغداد الأولى، وتؤكد على الثوابت التي يمكن من خلالها أن تعمل تلك البلدان على نسجها، بمشاركة أيضا خليجية توسعت، سلطنة عمان من ناحية، وأيضا مملكة البحرين. الأساس المهم جدا هو أن العراق يريد أن يتحدث بشكل واضح بأن كل المشاريع الاقتصادية والاستثمارية والتجارية على مستوى سواء كان هذه القمة أو القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية لابد أن تكون في إطار استرداد العراق أموال المنهوبة والمسلوبة والموجودة في بعض دول الجوار، بمعنى أن هنالك ربط ما بين إدامة طبيعة هذه العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في مدى إمكانية دعم الحكومة العراقية كونها حكومة خدمات، لأننا اليوم نتحدث عن مشاريع كثيرة سواء كان مدن صناعية بيننا وبين دول الجوار، وأيضا مشاريع ما يتعلق بالربط السككي أو ربط كهربائي أو ما يتعلق بإعمار المناطق التي ضربها الإرهاب، ومن ثم نتحدث عن البنى التحتية بشكل عام. السيد السوداني تحدث عن معادلة تنموية مستدامة مع تكامل اقتصادي، لكن مشروط في إطار الحديث عن تجنيب العراق لكل ما يتعلق بتركة الصراعات من ناحية، ومن ثم نتحدث عن استرداد الأموال في إطار حملته لمحاربة الفساد، وهذه نقطة مركزية مهمة جدا يسعى عليها السيد السوداني، وسعى عليها وأعلنها جهارا وعلانية في كلمته أمام قادة ورؤساء وممثلي الدول بالطريقة التي يمكن من خلالها أن تكون هي النقطة التي ترتكز عليها سياساتنا الخارجية القادمة. من هذا الإعلان دكتور، اسمح لي أن أنتقل للسيد دريد العنزي. أستاذ دريد، يتحدث الدكتور خالد عبد الإله عن هذه المضامين السياسية والاجتماعية التي تصب في مصلحة الاقتصاد، وهنا لما يكون هنالك تطلع من قبل الحكومة العراقية للسعي للعمل مع هذه الدول الجارة والصديقة للتحول إلى دول مصنعة من خلال إنشاء مناطق صناعية مشتركة تعزز قدراتنا الصناعية وتمنحنا القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية. ملف الصناعة هل من الممكن إنعاشه أم أن هنالك خطط لإقامة بنى تحتية صناعية جديدة؟ السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا على الدعوة ومرحبا بكم ضيوفك الكرام. قبل أن ندخل بالسؤال، لماذا المنطقة ولماذا العراق؟ نعم، نتذكر كلنا حلف بغداد. العراق بلد في سلبه وفي إيجابه مؤثر على المنطقة. الآن هذا الموضوع، تصاعد قوة اقتصادية عالمية، وما نزول قوة اقتصادية عالمية أخرى، بقائها على قوتها، لكن نمو اقتصادات عالمية جديدة غير في موازين اختيار مناطق المصالح. لاحظ بالعراق مؤتمرين أشبه بالدولية شارك خلال فترة قصيرة مع دعوات للسيد رئيس الوزراء لدول العالم، من دول العالم. هناك انتباه على العراق بحجم المؤامرة اللي كانت عليه سابقا، هناك اهتمام به، والعراق أهلا لذلك. الصناعة الآن أمام السيد السوداني 4-5 مواضيع. نعم. استغلال المؤتمرين ومن بهما وما يمكن أن يحصل منهما، سواء اللي بالسعودية أو بالأردن. حقيقة الأردن كان أكثر توسع، بالخصوص لما شارك الاتحاد الأوروبي، معناته يعني اقتصاد عالم
القديم مع السعودية كان الاقتصاد العالمي الجديد ولي الصين، والعلاقات احنا مع الدول المجموعتين إيجابية. لكن على الأستاذ السيد السوداني أن ينتبه لموضوع جدا مهم سياسي ما يقود هاي التغيرات الاقتصادية، ولا الفني، أن يختار الاقتصاديين اللي من الممكن أن يتعايشون مع هاي التغيرات، ودراسة اقتصاديات الدول المشاركة، وإلا أصبحنا نحن موئل لهم. تنشئة الصناعة، تنشئة الزراعة، تنشئة القطاع الخاص، تنشئة كافة النشاطات بشكل تدريجي. هاي الحالة راح تمكن السوداني واقتصاديين من الاستفادة من هاي المبادرات اللي موجودة في هاي المؤتمرات. طيب في ليس تكتلية، سابقا كانت تكتلات. كل هاي المؤتمرات، عذرا قاطعتك استاذ، كل هاي المؤتمرات اللي صارت تعلن انفتاحها على اي شخص او اي دولة تجي. سابقا لا، كانت تكتلات. هاي تغييرات اقتصادية عالمية يجب ان نشعر بها ونتعامل معها بحيث لا نكون من المغلوبين، وإلا أصبحت مواردنا وعائداتنا لخدمة الآخرين. الآن أمامنا 13 تريليون و700 مليار سنويا الصندوق النقد الدولي خصصها ولمدة ولل 2040 لغرض كثير من المواكبات واللي على رأس التغيرات المناخية، فحذر وقال يجب أن يكون هناك عمل اقتصادي جاد. طيب. صناعي، زراعي، وأحياء القطاع الخاص. طيب اسمح لي أستاذ دريد، خلينا ننتقل إلى ضيف الكريم أستاذ ياسر فراوي اللي ينضم معنا من مصر، الباحث في أشياء السياسي. أستاذ ياسر، يعني تعازينا القلبية لحضرتك بهذا مصابكم الشخصي، ونسأل عن هذه القمم التي تدور بين المحيط العربي من جهة والمحيط الإقليمي من جهة أخرى، والثيمة الرئيسية هي فيها إنعاش الصناعة وإنعاش هذا الاقتصاد بين تلك الدول، كيف تنظر إليه كمعطيات تضغط الدول الكبرى على هذه الدول؟ تحياتي لشخصكم الكريم بثقة شخصية، وللضيوف الكرام وللمشاهد المحترم لهذه القناة. أولا أنا أعتبر هذه المؤتمرات اجتماع على مائدة الذئاب، عندما يكون هناك مصلحة لهم يأتون جمعا، وعندما تكون هناك مصلحة للعراق يديرون الظهور لا. هناك مشكلة للمياه يعاني منها العراق، هناك مشكلة لاجتياح الأراضي العراقية، هناك مشكلة للإرهاب، هناك مشكلة لانهيار العملة العراقية، ولا نرى أي رد فعل من المسؤولين، أو كما حدث مع الدينار العراقي عقب حرب الخليج الثانية من دعم لهذه العملة. نريد أن نرى دعما للعملة العراقية والاقتصاد العراقي، ولكن ما نراه هو اتفاقيات على الورق تلو الأخرى. هناك انهيار اقتصادي نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات واضطرابات في الأردن، وهو شيء مزعج. اعتقالات على الهوية في البحرين. فرنسا تأتي عبر البحار لمؤتمر يدعى أنه جوار العراق. فأين جارتي العراق الكبرتين والمعنيتين بالأمر وهما تركيا وإيران؟ لا نرى أي حضور، ولا مسموح للعراق أن يكون هناك تعاون بين العراق وهذه الدول. الأمر الآخر والذي أعجبني وأثار إعجابي هو كلمة السيد السوداني، وقالها صراحة، رغم أن هذا المؤتمر من وجهة نظري هو مؤتمر للضغط واختبار القوة والتكشير على الأنياب لسياسة السيد السوداني الحازمة تجاه الفساد وتجاه مطاردة الفاسدين والحفاظ على ثروات العراق، وهو لخصها في كلمتين لا ثالث لهما: الأمن والاستقرار للعراق ومطاردة الفساد ورد الأموال المنهوبة.
خلاف ذلك لن يستمع في وجهة نظري لأي من الحضور اتفاقيات ومؤتمرات وجميعهم يريد المصلحة، ولا أي مصلحة ولا أي اتفاق تم على الأراضي العراقية. لا نرى مصانع ولا نرى طرق ولا نرى اتفاقيات اقتصادية حسمت. الأمم المتحدة والجامعة العربية والخليج العربي في الاجتماع على هذه المائدة، ولكن ما الذي قدمه وما الذي ينتظره من أمة تعاني رغم نعم ثرواتها ورغم ثرائها كالأمة العراقية، تعاني من هذا الكم من المشاكل ومن الفقر ومن البطالة ومن تعطل المشاريع ومن الضغط الدولي والإقليمي ومن الاجتياحات. هناك إرهابيين يقصفون إيران، وإرهابيين يقصفون تركيا، وإرهابيون يقصفون العراق في الداخل ويتحركون من داخل أراضي عربية شقيقة للأسف. ولذلك جاءوا بقدموا قبيدهم للضغط على السيد السوداني، والذي رأيته اليوم أسدا بين الذئاب بتصريحه القوي والواضح: أمن وسلامة واستقرار العراق والقضاء على الفساد ومطاردتهم ورد الأموال. طيب، لماذا نلاحظ دكتور خالد هنالك إرادة من الدول العربية لا سيما عمان بدأت واضحة باستبعاد طهران من تواصلها مع العراق؟ يعني أول شيء يجب أن نتحدث عن جانب الجيوبوليتكس الجغرافي، لا نستطيع أن نبعد نعم. إيران أو تركيا، دولتان إقليميتان مؤثرتان في الشأن العراقي سابقا وحاليا، وبالتأكيد هنا نتحدث بشكل موضوعي. مشاركة إيران وحتى من ممثل تركيا هي مشاركة مهمة جدا. لا ننسى بأن لدينا اليوم قضايا جوهرية، سواء كان قضية مبدأ تقاسم الضرر فيما يتعلق بالمياه، التغيرات المناخية، مسألة المنافذ الحدودية، مسألة حتى العمليات الإرهابية التي جرت على تلك البلدين شقيقين والجارين للعراق. وبالتأكيد هنا نتحدث عن المصالح التي يمكن من خلالها أن تفضي إلى صياغة علاقات مشتركة. مستوى التبادل التجاري كبير جدا بيننا وبين إيران من ناحية، وبيننا وبين تركيا، وبالتأكيد هذه الملفات ملفات قوية. لا نستطيع اليوم أن نرضخ لإرادة أردنية أو مصرية أو سعودية وفق هذه المعادلة. العراق، قالها السيد السوداني، ينتهي سياسة التوازن والموازنة في علاقاته بالطريقة التي تنعكس على مصالحها، والمصلحة الوطنية اليوم هي باتت الشغل الشاغل للسيد السوداني في عملية صناعة ما يسمى بالاستقرار الداخلي الذي عجزنا عليه طوال سنوات كبيرة. وبالتأكيد هنا نتحدث حتى عن مواقف وقوى الإطار التنسيقي التي لم تبدأ بشكل واضح فيما يتعلق بما طرحه السيد السوداني من ناحية، وقد يكون هنالك أيضا اجتماع لقوى الإطار وائتلاف إدارة الدولة للحديث عن مناقشة كل هذه التفاصيل بالطريقة التي يمكن من خلالها أن نتحدث عن ما يهم الأمن القومي العراقي بالدرجة الأولى. لا نتحدث عن مصلحة أردنية أو مصرية أو أي دولة من الدول. أهم شيء في إطار هذه المؤتمرات أن تحقق وتعزز من مصالحك باتجاه المصالح الأخرى. الشراكات هي مطلوبة، ولكن هذه الشراكات يجب أن لا تكون على حساب المصالح والأرباح التي يجب أن تكون متحققة لديك. هذه هي المعالجات الحقيقية التي أكدها السيد السوداني وأرادها أن تتحقق على إطار ما تم الاتفاق عليه. من ناحية أخرى أيضا، على هامش هذا المؤتمر كان هنالك لقاء ثلاثي عراقي مصري أردني فيما يتعلق بالقمة الثلاثية، وأيضا المشاريع والمذكرات التفاهم التي وقعت والتي تستلزم أن يكون هنالك التنفيذ، لأن الاقتصاد الأردني يعاني اليوم، مصر أيضا تعاني فيما يتعلق بتعويم الدولار وإلى آخره من مسارات أخرى. فبالتأكيد هنا نتحدث عن الجدول الأساسية التي يمكن من خلالها أن تهيئ العراق إلى أن يلعب دور كبير جدا في إطار مشاريع واستثمارات. يجب أن تكون هذه الاستثمارات هي لا تكون على حساب المصالح العراقية تجاه مصالح دول أخرى. وهذه هي أيضا فلسفة جديدة طرحها السيد السوداني بهذا الخصوص، بمعنى أن يكون هنالك جذب للمصالح لجميع الأطراف والاستثمارات بالطريقة التي يمكن من خلالها أن تكون هنالك واقعية حقيقية على مستوى البنى التحتية وعلى مستوى الخدمات. وهذا ما أعلنها السيد السوداني بالنسبة إلى جميع الأطراف المشاركة في المؤتمر، بمعنى أن هذه المشاريع يجب أن تحول كلها جميعها نحو خدمة المواطن العراقي في تلك البلدان، أو المواطنين سواء كان في المملكة الهاشمية الأردنية، في الكويت، في دول الخليج. كل الدول المشاركة اليوم يجب أن تسعى بشكل حقيقي إلى تحقيق وتنمية التنمية المستدامة بالطريقة التي تنعكس إيجابيا على
مستوى تقديم الخدمات لشعوبها. استاذ دريد يشير الدكتور عبد الاله الى انه الاستراتيجيه الجديده والفلسفه الجديده هي في الاستثمارات والتكامل الاقتصادي. ترى البرنامج الحكومي هل من الممكن عقد هكذا شراكات واتفاقات كما اشار الدكتور خالد بين العراق ومحيط الاقليمي ودول الجوار، وتكون هذه من ضمن الاولويات اللي نادت بها الحكومه؟ اقصد هنا ربط الترابط بين التحتيه بين هذه الدول. بالنسبه للاقتصاد ما بهالسهوله، احنا اذا ما نمينا قطاعاتنا الاقتصاديه الى مستوى معين راح نكون تابعين مستهلكين. نحتاج الى اعاده نظر. الان الكل يطالب بالموازنه، الان اصبحت الموضوع غير شكل، اصبحت يجب ان يكون هناك تخطيط وبرمجه، وربما اقتصاد لا متوازن لغرض المواكبه مع، يعني اذا كل دوله من الدول المؤتلفه او المجتمعه بهذا المؤتمرين والاتحاد الاوروبي دخل بموضوع معين معانا، صار بالحدود 30 40 مشروع ضخم. انا اعول على الاتحاد الاوروبي ان يكون، لان صاحبي خبره وتجربه عريقه، الصين اكيد، ان تعيد بناء العراق مع العراقيين وليس باشرافها. نعم. العراق بامس الحاجه لاعاده كافه قطاعاتها الاقتصاديه الخدميه والانتاجيه. هذه ما حد يتحملها الا العراقي والاقتصاد العراقي والاقتصادي العراقي وليس السياسي او المهني او التاجر. هاي العمليه يعيد يسوي مؤتمر اقتصادي الان، ليس مع الوزراء ابدا، مؤتمر اقتصادي لغرض طرح الاولويات والاسراع بها، سواء من خلال الموازنه او من خلال القروض، علما ان القروض او الاقتراض سياسه عالميه اقتصاديه تساعد البلد اذا احسن استخدامها، والا اصبح العراق تابع وسوق، لان كل القطاعات اللي عندنا يعني هي بحاجه الى تنميه وبحاجه الى دعم، ودول الجوار ما راح تجي او الدول الصديقه ما راح تجي تفاوضني على قطاع متخلف، لا، من عندها تجيني على قطاع قوي. انا عندي مقال كامل حول هذا الموضوع من ايام اللقاء الاول او كان مع مصر والاردن، يعني حتى لاحظنا زياراتهم، يجون كل واحد منفرد، كل دوله تجي منفرده، تجي تروح على موضوع معينه وتطلع دارسه امكانيات تطوير قطاعها لغرض التعامل مع هذا القطاع الضعيف. هذه اذا بقت على هذه الحاله صعبه. فالان بامس الحاجه الى مؤتمر للاقتصاديين حصري ان يشاركون ويخلون النقاط على الحروف، مع دراسه الاقتصاد الاردني، الاقتصاد السعودي، الاقتصاد المصري، الاقتصاد الايراني، الاقتصاد في كل الدول، والعمل على تقارب او الى حد ما النهضه لهذه القطاعات في سبيل مواكبه من يجي يريد يتفاوض. راح يصير عندي اعاده نظر حتى بالقوانين، حتى بالتعريف الجمركيه. انا هاي كلها مواضيع يجب ان توضع امام السيد السوداني. نعم. وليس اعلام. طيب استاذ دريد، دعني نعم في ما تطرحه دعني اعكسه للسيد ياسر فراويله. استاذ ياسر، رغم ان السيد العنزي يشير الى ضروره عقد مؤتمرات او على هامش هذا المؤتمر هنالك انبثاق للجان اقتصاديه بحته، ولكن لو اخذنا بالمجمل، حتى الرئيس الفرنسي اشار في كلمته الى ضروره ابتعاد العراق عن بعض المحاور الاقليميه، وهنا اشاره واضحه لايران، وتم مناقشه الملف النووي الايراني في هذا في هذه القمه. بالتالي نلاحظ اشتراطات دولية على العراق أنه يا إما أن يكون له سلوك مع دول الجوار معين حتى تقبل هذه الدول بالشراكة معها. يعني ما العلاقة الارتباطية بين هذه الشراكات وبين العولمة التي تطالب بها الولايات المتحدة الأمريكية؟ يا سيدي، هذا التجمع من أجل تكشير الأنياب
للسيد السوداني عليه أن يرضخ لما رضخ له من قبله، عليه أن يتخلى عن الفسد المدعومين من الخارج، عليه أن يعطي فقط ولا ينتظر المقابل، عليه أن يسير في ركاب حصار إيران إلى غير ذلك من مما يرددون. لن يقدم أحدا منهم يد العون إلى العراق. هناك من في وجهة نظري من يمنع التعاون الاقتصادي المصري العراقي، نعم، ووصول العمالة والتبادل الاقتصادي بين مصر والعراق، نعم، وهي كفيلة بفنيها وبعمالها واقتصاديها للتعاون مع العراق. أيضا السيد السوداني مكبل تماما من اتخاذ أي قرار، وإن كان هو لا. هنا نتحدث أستاذ ياسر لو سمحت، نتحدث عن التدخلات الدولية وفرض الإرادة الدولية. لو ذهبنا إلى خطاب الرئيس السيسي، أشار صراحة إلى أن مصر تؤكد رفض أي تدخلات خارجية في شؤون العراق. ألم تكن هذه إشارة واضحة بأن العراق يمتلك سيادته ومن حقه أن يتواصل مع الأطراف التي تقتضي مصالح العراق التواصل معها؟ بالطبع هناك إرادة مبلاة على العراق، هناك محاولة لتكفيل السوداني تحديدا وعدم تركه للتصرف كمسؤول عن دولة مستقلة وذات سيادة. هم يحاولون تحكيمه ويحاولون الضغط عليه بشتى الطرق، وما اجتماع الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وماكرون في بغداد إلا للضغط، حتى مجلس التعاون الخليجي إلا للضغط على الرجل وسياسة العصا والجزرة، إما أن تتبعنا تماما أو وعليه العراق قادر بكفاءاته وبرأس قيادته الحرة والطموحة أن يحقق، ولكن لك الله يا عراق أنت مكبل تماما من عدة قوى، هناك إرادة تفرض عليك عدم التعاون مع إيران أو التواصل الاتفاق مع تركيا أو مد يد العون مع مصر. طيب دكتور خالد، يعني الرئيس الوزراء العراقي أكد بأنه هو من حق العراق التواصل مع كل الأطراف ويتمسك ببناء علاقات تعاون وثيقة ومتوازنة مع كل الشركاء الإقليميين، وهنا أيضا نشير إلى ما دعا إليه وزير الخارجية الإيراني بأن الحوار هو المبدأ وهو الحل. بالتأكيد يعني مسألة الحديث عن الأزمات الدولية التي ذكرتها قبل قليل ثم تضيف إلى أزمة في منطقة الخليج، هذا الأمر يدركه القاصي والداني. اليوم العراق نجح في عقد 5 لقاءات بين المملكة العربية السعودية وإيران، وبالتأكيد اليوم دعوة وزير الخارجية الإيراني عبد الأيان في ما يتعلق بالحوار وحديث عن تفاهمات مع بلدان الخليج وإعادة فتح السفارة السعودية، هذه كلها مقتربات جيدة وحقيقية في إطار مخرجات قمة بغداد الأولى بالطريقة التي يمكن من خلالها أن ترتب الكثير من الملفات. السيد السوداني لا يريد مبدأ وصاية أو مبدأ يلزم العراق بإجراء علاقات هنا دون إجراء علاقات هنا. لا نريد أن يكون العراق جسرا للاعتداء على الآخرين، لا يريد العراق أن يكون محورا تجاه محور آخر. العراق يريد أن ينأى بنفسه عن الصراعات، وبالتأكيد سياسة التوازن هذه تحتاج إلى أيضا سياسة داخلية متماسكة قوية تستطيع سياسة خارجية أن تحققها وتنأى بنفسها عن كل ما يتعلق بالظروف أو بالأزمات التي تحدث بين الحين والآخر. مستوى طبيعة اليوم التحديات التي تواجه حكومة السيد السوداني كثيرة، ولكنها هو شخصيا عازما على أن يذلل هذه العقبات يوفق رؤيته الذي يجدها بأن تحقيق المصلحة الوطنية والثروة الوطنية هي المعيار الأساسي لحكومته، لأنها حكومة خدمات ينبغي على كل ما يجريه من حوار واتفاق وتفاهم ومذكرة تعاون أن تلقي بظلالها على المواطن العراقي، سواء كان في مؤسسات الدولة العراقية وفق مستوى الخدمات التي تقدم أو فيما يتعلق بالكسب القطاع الخاص وتنشيطه. أنا أتوقع الحديث عن تنمية وتطوير الصناعة العراقية، أتفق مع السيد العنزي، لا نريد أن نكون سوقا لتصريف بضائع دول الجوار أو العالم، كما نتحدث بأن الميزان التجاري لكل دول الجوار العراقي على حساب الميزان التجاري لتلك البلدان يكون على حساب الميزان التجاري العراقي. لذلك نتوقع سياستنا الاقتصادية يجب أن تكون سياسة ناجعة حقيقية، وهنالك معادلة بأن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة. السيد السوداني يريد أن يحرك الورقة الاقتصادية بالطريقة التي يمكن من خلالها تفتح أبواب
ما عجزت عنه سياسة، في إصلاحات اقتصادية، تنمية القطاع الخاص، دعم المشروعات الصغيرة، الدخول في شراكات مع القطاع الخاص. لدينا طاقات وخبرات كثيرة شبابية في كافة القطاعات، نحتاج إلى التداول والتشاور مع خبرات أخرى. قد تكون مصر رائدة في هذا الأمر، أردن، المملكة العربية السعودية، حتى إيران وتركيا. عندما يتم الحديث عن نسج علاقات متشابكة اقتصادية، أنا أتوقع سوف تتذلل الكثير من الملفات الشائكة. يعني لدينا ملفات شائكة مع إيران، لدينا ملفات مع الكويت، لدينا ملفات مع تركيا. أعتقد الاقتصاد يستطيع أن يحرك مثل هذه الملفات ويضع حلول واضحة المعالم يمكن من خلالها أن تنعكس إيجابيا على الداخل العراقي. أشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد عبد الإله، عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، أثريت الحوار في هذا الملف. وشكر كثير لحضرتك الأستاذ بريد العنزي الخبير الاقتصادي، وشكري موصول لجنابك الأستاذ ياسر فراويلة الباحث في الشأن السياسي، حدثتنا عبر سكايب من مصر. شكرا جزيلا لكم ضيوف الكرام. نتواصل مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع من جديد. حياكم الله. جرائم داعش والإرهاب يضعها الفريق الأممي تحت مجهر العدالة والتحقيق ويقدمها بين يدي المرجع الأعلى الإمام السيستاني، حيث كشف عن الكثير من الحقائق اللي غيبت أو ربما لم يتم التحقيق فيها. لذلك جهود الفريق الأممي اختص بهذا الجانب، لغرض الاطلاع اختص السيد السيستاني الذي أثرى اللقاء بتوجيهاته الإنسانية ووصاياه اللي تخص مصالح العراقيين بحسب ما ذكر بيان رئيس الفريق الأممي. إذن مشاهدي الأحبة خلونا نفتح هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل هشام مري. أعمال الفريق الدولي الخاص بمتابعة جرائم داعش والتحقيق فيها بين يدي المرجع الأعلى للطائفة الشيعية الإمام السيستاني بعد زيارته في النجف الأشرف. المستشار الخاص للأمم المتحدة ورئيسه كريستيان ريتشر قدم إنجازات فريقه ومحاكمات داعش، فبعد ما يقارب الستة أعوام من هزيمته على يد القوات الأمنية والحشد الشعبي، ظهرت العديد من الحقائق لجرائم التنظيمات الإرهابية من خلال التقرير الذي قدمه فريق الأمم المتحدة. وفي وقت سابق كشف تقرير أممي عن وجود أدلة لاستخدام داعش الأسلحة الكيميائية في العراق حين استحوذ على مناطق عدة في البلد، وما سببه من مضاعفات صحية مستمرة بين سكان المناطق المستباحة والتي تشمل أمراضا مزمنة وسرطانات ومضاعفات ذات صلة بالصحة الإنجابية على إثر ما تم تصنيعه من صواريخ ومدافع هاون وذخائر كيميائية للقنابل الصاروخية وأجهزة متفجرة. وبحسب بيان رئيس الفريق الأممي أنه يأمل المضي بعمل السيد السيستاني في نبذ العنف وجرائم الإبادة وتخليص ما تبقى من النساء في أسر الإرهاب، وكذلك اتخاذ خطوات فاعلة في إنصاف الضحايا. ووفق مكتب المرجع الأعلى أنه أشاد بتضحيات أبناء البلد مستذكرا الانتصار الذي حققه على الإرهاب. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، وجدد أو أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ حسين الكناني المحلل السياسي، حياك الله أستاذ حسين، وكذلك الدكتور محسن العقيلي الخبير القانوني، حياك الله دكتور. ضيوفا كراما، أستاذ حسين تحدث عن جرائم داعش والفريق الأممي اللي حقق بهذه الجرائم، باعتبار أن الإرهاب إرهابا دوليا لم يختص العراق به فقط، وهذا التحقيق والوقوف على هذه الجرائم وتدويلها يجب أن يكون من فريق أممي، بالتالي اختيار سماحة المرجع الإمام السيستاني للإطلاع أو لإطلاع على تقرير الفريق الأممي إلى ماذا يرمز؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهديك الكرام. لا ريب أنه المرجعية العليا في النجف الأشرف سماحة آية الله العظمى السيد علي حسين السيستاني أصبحت مقصدا للولايات للأمم المتحدة وكذلك لكل موظفي الأمم المتحدة. لا يغدو أي موظف ويتم تكليفه بأي منصب في الأمم المتحدة إلا وإذا كانت لديه رغبة وإلحاح شديد بضرورة رؤية سماحة السيد والاستفادة من عطاياه ومن رؤيته، وبالتالي أصبح رمزا ومرجعية ليس فقط للمذهب لمذهب أهل البيت والشيعة في العراق، وإنما للمسلمين بصورة عامة، بل على العكس للإنسانية. أصبح ما يطرحه من رؤية
لا تقتصر فقط على المسلمين في العراق وفي المنطقة، وإنما يأتي برؤية شاملة. أصبح كما ذكرت لا تستطيع الأمم المتحدة مغادرة رؤية سماحته وكذلك الاستفادة مما من إفاداته. في النهاية أعتقد أنه ما تحاول إثباته الأمم المتحدة أنها على مسافة واحدة من الجميع، وتحاول أن ترسل رسائل التطمين للسيد السيستاني وكذلك للشعب العراقي أنها محايدة، باعتبار أنه الكل يعرف أن الأمم المتحدة في الفترة الأخيرة أصبحت أداة طيعة بيد الولايات المتحدة الأمريكية، وغيبت دور الأمم المتحدة خصوصا في القضايا الأممية والدولية، واستفادت منها كثيرا في الكثير من البلدان. وهذا طبعا يعطي انعكاس سيء لهذه المنظمة. كان طيب. من المفترض أن تعمل وفق منظوم عام يشمل الجميع بغض النظر عن الخلافات والتقاطعات، لكن كما ذكرت أنه هنالك هيمنة أمريكية على هذه المنظمة، وبالتالي مسألة الزيارة والذهاب إلى النجف الأشرف والاستفادة من نصائح المرجعية الدينية هو من أجل هذه الرسائل. بالإضافة كما ذكرت أصبح القوة الحقيقية، وهذه أيضا حقيقة يعني أصبح يعيها الجميع. في هذه الحقيقة أستاذ حسين يعني والدور الأممي اللي أشرت إلى حضرتك إذا تسمح لي، خليني أجدد ترحابي بالدكتور محسن الأقيري. دكتور محسن، لما يكون أداء الأمم المتحدة تشوب الكثير من المآخذ، ولكن هذه المآخذ تسحب على ممثلة الأمم المتحدة، لما نتحدث عن فريق متخصص بالتحقيق في جرائم داعش ومساعدة القضاء العراقي وتدويل هذه القضايا و اطلاع المرجعية الدينية على هذه القضايا لأخذ بعض التوجيهات التي من الممكن أن تكون شاهد على العصر، كيف تنظر إليه في هذا الظرف الحساس بالذات؟ نعم، تحية طيبة لك عزيز أستاذ أحمد، للسيد الضيف ولجميع السادة مشاهدي قناتكم الكرام. يعني مبدئيا نحن نتفق بأن الجرائم التي ارتكبها داعش لربما هي جرائم خطيرة لا مثيل لها في تاريخ الإنسانية، وهذه الجرائم كانت أكثر بشاعة، ولربما واحدة من أكبر هذه الجرائم وأكثرها بشاعة هي جريمة تكريت أو ما تسمى بجريمة سبايكر، وكذلك جريمة سجن بادوش أيضا اللي تم فيها يعني إعدام ما يقارب 400 سجين في هذا السجن. طبعا سواء كانت سبايكر أو كانت في سجن بادوش كانوا جميعهم يعني من يعني الطائفة الشيعية أو من المذهب الشيعي، ولذلك آنذاك تحركت الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي تحديدا في عام 2016 وأصدروا قرار على أن هذه الجريمة هي جريمة إبادة جماعية. طبعا هذا القرار كان الغرض منه تحفيز الأمم المتحدة على ومجلس الأمن الدولي على إصدار قرار على اعتبار أن هذه الجرائم جرائم إبادة جماعية. بالفعل في 2017 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره المرقم 2370 لسنة 2017، واعتبر فيه كل جرائم داعش سواء كانت سبايكر سواء كانت سجن بادوش أو حتى الجرائم التي ارتكبها ضد الأيزيدين وعوائلهم هي جرائم إبادة جماعية، وشكل لهذا الغرض فريق لمتابعة الجرائم داعش المرتكبة في العراق. وفعلا هذا الفريق بدأ في العمل في 2017 وكانت بدايته حقيقة بداية جيدة، لكن تلكأ العمل لدى هذا الفريق خاصة أبان جائحة كورونا والقيود التي شهدها العالم آنذاك. ثم عاد هذا الفريق إلى العمل، وتحديدا في الشهر السادس من هذه السنة سنة 22 قدم تقريرا موسعا إلى مجلس الأمن الدولي. في هذا التقرير استطاع هذا الفريق أن يقدم بحدود 4,500,000 مذكرة وأدلة حصل عليها من مختلف المحاكم العراقية ومن الحكومة العراقية ومن مؤسسات الدولة، كلها حولها إلى أدلة رقمية تشير إلى جرائم داعش التي ارتكبها في مختلف المحافظات العراقية. حقيقة أيضا يعني ما تسعى إليه اليوم الحكومة العراقية هو تدويل هذه القضية. إحنا اليوم يعني للتوضيح
ما يتم محاكمتهم من مجرمي سبايكر، يتم محاكمتهم في العراق وفق قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، ولكن هذا القانون غير كافي لاستيعاب جميع جرائم داعش، على اعتبار أنه هذا القانون لربما لا يصلح أحياناً يعني المحاسبة على بعض الجرائم التي تسبب خنقاً لقانون حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، وبالتالي يعني نحتاج ربما إلى تدويل هذه القضية. هناك طبعاً بكل تأكيد بعض الإيجابيات وبعض السلبيات في تدويل هذه القضية. إحنا اليوم في يعني في العراق بين أمرين، هل ما تخص هذه الجرائم يتم محاكمتهم في العراق؟ وبالفعل يعني جزء من هؤلاء المجرمين تم إلقاء القبض عليهم في العراق وتم محاكمتهم يعني عن طريق المحكمة الجنائية العراقية، ولكن البعض يرى بأنه شنو لابد من تدوير القضية وأن تكون هذه القضية تحت يد المحكمة الجنائية الدولية. هناك إيجابيات وهناك سلبيات. طيب. يعني في نرجع لهذه الجزئية دكتور، ولكن خلينا نتحدث أستاذ حسين عن قضية لما يكون هنالك 5 ملايين وثيقة تحفظ بشكل إلكتروني وتقدم إلى المرجعية الدينية، وبالتالي هنالك طلب من المرجعية بأن يكون هذا التدويل تحت مساعدة الأمم المتحدة، تحت إشرافها، قضايا لربما يجب على الحكومة أو على البرلمان تشريع قوانين كي تضمن تدويل هذه القضايا ضمن السياقات المعتمدة دوليا. ما هل نكتفي أنه فقط في المحاكمات، وأن هذه المحاكمات حتى لو تم إعدامهم ونيل جزائهم هل هنا راح ينتهي هذا الإرهاب، أم أن التأسيس أصبح أكبر من محاكمة رؤوس الإرهاب أو المشتركين فيه؟ يعني أنا أعتقد أنه الإرهاب هو صناعة يعني أممية، الكثير من الدول متورطة في صناعة الإرهاب، وبالتالي وعلى رأسها طبعا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وكثير من الدول الضالعة في الإرهاب، وبالتالي مسألة تدويل الجرائم التي ارتكبت في العراق أو في غير العراق لا يعني قد لا ليس هنالك أثرا ظاهرا ممكن أن نلمسه سوى تثبيت الحقوق وتثبيت مظلومية الشعب العراقي بمختلف مكوناته، وبالتالي هي محاولة وطرق أبواب الأمم المتحدة. وكما ذكرت أنا قبل قليل أنه قلت أنه الولايات الأمم المتحدة خاضعة بشكل مطلق للولايات المتحدة الأمريكية، والكل يعرف أنه العراق منذ 2003 لحد هذه الساعة هو تحت سيطرة وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي من يسرت وفتحت الكثير من وقدمت الكثير من التسهيلات لهذه العصابات الإرهابية التي ارتكبت هذه الجرائم، وكذلك بعض حلفاء الولايات المتحدة سواء في العراق أو في الدول المجاورة للعراق. ومن هنا أعتقد أنه هذه الجرائم التي ارتكبت كانت بغطاء من قبل الولايات المتحدة، ولا أعتقد أنه الأمم المتحدة ممكن أن تدين الولايات المتحدة أو حلفائها. ومن هنا مسألة التدويل، الآثار المترتبة و يعني الآثار المرجوة منها عمليات التدويل لا أعتقد سوى كونه إرشيف سوف يتم حفظه، خصوصا أنه مسألة التوثيق وكثرة الجرائم التي ارتكبت، الحكومة العراقية قد وثقت أدق التفاصيل، وحتى المواطنين اليوم نحن لدينا أرشيف ليس في 5 ملايين بل يعني عشرات الملايين الموثقة سواء في الكاميرات الخاصة أو كاميرات القنوات الفضائية والإخبارية، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم الاستفادة، لم يتم إدانة أو طلب أو المطالبة بتعويض للدول للضحايا، حتى من الأمم حتى من أمريكا نفسها. أمريكا دخلت إلى العراق وارتكبت المزيد الكثير من هذه الجرائم، ووفق السياقات ووفق القانون الدولي هي تتحمل الكثير من هذه التبعات والآثار السلبية، وممكن للحكومة العراقية أن تقوم بمطالبة وإدانة الولايات المتحدة، لكن هل تستطيع الحكومة العراقية أن تطرق هذا الباب وتذهب إلى الأمم المتحدة وتدين الولايات المتحدة؟ أعتقد ليس بالإمكان. طيب. ومن هنا أعتقد أنه هذه يعني مسألة جمع الأدلة والإظهار على أن الولايات أن الأمم المتحدة هي تعمل بحيادية وهي ليست طرف في الصراع الذي يدور في المنطقة أو في العالم بصورة عامة. نعم. طيب دكتور، نتحدث هنا عن قضية مهمة، حضرتك ذكرت الإيجابيات والسلبيات، خلينا نوجزها من وجهة نظر عراقية. يعني
هذه الوثائق يعني حي على الصلاة راح تثبت تورط دول بالمشاركة ومساعدة الإرهاب لدخوله في العراق، سواء على الدعم اللوجستي، دعم السلاح، دعم المواد الكيميائية اللي تدخل في المتفجرات، بالإضافة إلى الدعم بالموارد البشرية. هذه الوثائق لما تثبت هكذا حالات وتورط هذه الدول، كيف من الممكن أن يتم تدويل هذه القضية والاقتصاص من الدول التي ساعدت؟ يعني هو ما كنا نتحدث به بأنه تدويل هذه القضية، بمعنى أنه أن تنظر هذه القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية. المشكلة عندنا في يعني الجزئية اللي تسبب لنا مشكلة أنه العراق ليس طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية أيضا بأنه هذه المحكمة لا توجد ضمن عقوباتها عقوبة الإعدام، ولذلك البعض يعني يفضل أنه شنو أنه يكون محاكمة هؤلاء المجرمين داخل العراق، على اعتبار أنه المحكمة داخل العراق تتيح تنفيذ عقوبة الإعدام. ولكن تنفيذ بعض هذه العقوبات مثل ما ذكرت حضرتك على بعض الدول، على بعض لربما حتى أشخاص تابعين لدول والآن هم خارج الحدود العراقية، من الصعب جدا أن تستطيع المحاكم العراقية إلقاء القبض على مثل هؤلاء الأشخاص أو تنفيذ العقوبة عليهم. لكن وفق نظام المحكمة الأساسية، جميع الدول الأطراف في النظام الأساسي هم مجبرين على يعني مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي مجبرين على إلغاء القبض على كل شخص تطلبه المحكمة الجنائية الدولية، بل حتى الدول غير الأطراف أيضا. ليس فقط الأشخاص دكتور، هنالك أسلحة ومواد دخلت إلى العراق وحدود فتحت بين العراق وهذه الدول، يعني لربما هي الدول بحد ذاتها متورطة. نعم، ولذلك هذا ماذا يتطلب؟ يتطلب من العراق يعني كحكومة عراقية الذهاب مباشرة وإقامة دعاوى لا تكون أمام المحكمة الجنائية الدولية، يعني المحكمة الجنائية الدولية دائما ما تحاكم أفراد، وإنما تكون أمام محكمة العدل الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي. هذا يتطلب جهد حكومي عراقي، والمسألة مسألة يعني تخص الدولة العراقية، بمعنى لابد للحكومة العراقية أن تتحرك إذا كانت الشكوى مقامة على دولة، أما على مستوى الأفراد والأشخاص فتقام الدعوة أمام المحكمة الجنائية الدولية. أمام محكمة العدل الدولية الحكومة العراقية من هذه الوثائق التي ذكرناها، وكما ذكر الأخ الزميل حسين أنه هناك أيضا توجد وثائق كثيرة جدا، من الممكن للحكومة العراقية أن تستعين بعدد كبير من هذه الوثائق التي تثبت تورط هذه الدول وهي معروفة لدينا، والذهاب إلى محكمة العدل الدولية وإقامة دعوة على هذه الدول. وبكل تأكيد نحن نعلم بأنه أيضا يعني في مثل هذه المسائل والقضايا الدولية القانون الدولي أيضا يخضع ل يعني الأمور السياسية ومدى قوة هذه الدولة ومدى تأثيرها في المجتمع الدولي ومدى قربها وبعدها من مجلس الأمن الدولي، على اعتبار أن محكمة العدل الدولية هي في المحصلة النهائية تابعة لمجلس الأمن الدولي ولا تستطيع أن تصدر قرار على خلاف ما يراه مجلس الأمن الدولي. هذا على مستوى الدول، وعلى مستوى الافراد كما ذكرت بانه لا يتم اللجوء الى محكمه جنائيه دوليه، ولكن المحكمه الجنائيه الدوليه العراق ليس طرف فيها، وكذلك لا توجد فيها عقوبه الاعدام. ولذلك من وجهه نظري الخاصه انه ينبغي على العراق ان ينشا محكمه خاصه داخل العراق، وان يشرع قانون خاص متخصصه. نعم متخصصه، يعني بالضبط تكون افضل متخصصه، وان يشرع قانون ايضا قانون خاص لجرائم داعش في ولربما العراق ايضا تكون بالمتابعه والمساعده والتعاون مع الامم المتحده. انا اشكرك شكرا جزيلا الدكتور محسن الأجيلي الخبير القانوني، اثريت الحوار في هذا الملف، وشكر كثير لحضرتك الاستاذ حسين الكناني المحلل السياسي. شكري موصول لكم مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه، في امان الله.